يا الضبة ما قلت لي ثالث تحب تروح ظهر فيه الزو ما عذبكت في دار بوك عزيزك برزولية بابا عزيزي دارك ياسر سخونة لهنا وزيد تخنقت برزولية بريحة البخور نار كل وانت معذعذها بالبخور وسباح انا ريقت نسمع في حسها تستيس تلفتنا رقاك تسخن في حديدة وتكوي في الرازل ادي مهبول يا اخي بابا عزيزي ولا سنة حكايتك انت هذيك خدمة بوك عزيزك توا قريب الخمسين سنة يا الضبط يدي راك سويتها العبيد الكل العبيد الكل تكوي فيها تخرج في الدخان يدي حرام عليك راوي بابا عزيز اذوكم نكوي فيهم على الفزعة تحب في نكويك على الفزعة يا الضبط لا بارك الله فيك بابا عزيز خليني هكا بفزعتي نحيلي الفزعة نولي مع سنة فزعة هات عندك سي 50,000 خلني ناخذ تاكسي ولا لواز ونمشي نروح على روح باهي تحبسي نحيلك التابعة يا الزب وثنية هذه التابعة التابعة يا الزبة معناتها أي حاجة تولي تعملها في حياتك تولي تمشي صحيحة ما عاد عطلك سي في حياتك تحب تخدم تلقى خدمة تحب تعرس تنزم تعرس تحب تسافر تولي تسافر كل سي تولي أمورك الكل مريقلة يا الزب زعما بابا عزيزي الحكاية هذه تمشي صحيحة بس نولي مبروك كما يقولوها بالضبط بس تولي مبروك على الناس الكل اما يا الزبة يلزمك تكون مقتنع باللي انتي بس تنحي التابعة ما كانس سنيسير كنبدأ انا منيس مقتنع بها الحكاية ما كانس يا الزبة ملي تكون بس تولي مبروك تولي عتبة وعينك حرسة برزولي انا الحكاية هذي منيس مقتنع بها زم وزعباليات زومة والفازيت يا بابا عزيزي بخور ويكوي في الناس وينيكلهم في فلوسهم وذبي ذي يا صاحبي منيس مقتنع اما يلزمني نقوله لي انا مقتنع بس يمد لي 50,000 خنمسي نروح يلون بس ترسيل لي بيت لهنا ايه بابا عزيزي مقتنع 100% زيادة سبيك بس نلوي العصا في يدك راك ستار تونس مداويهم انتي ببخوراتك وبالكويان متاعك طبعها الناس الكل طبعها يا الزبة هاوك المريول اللي على الكنابي مصورة في عين اذاك البسو وردبالك تنحيه بيه بابا عزيزي مشيت معاك وامشي بيه 50,000 حق التاكسي عاد قفشي برجولية شعبي يرحم والديك على فطور القمقوم هذا يودي جيت قفشي يا مدلانة يا مشخلانة الكبير يبقى كبير شعبي ايه ما غير مزيه يا شلومة راكم اخواتي يا شلومة صاحبي تلموها زيت تحين للقفشي نهار اللي تموت باش يدهنوك صاحبي بالفارينة يمرغدوك بالقديه بالفارينة ويدفنوك صاحبي في اكبر طاحونة يودي راك كثرت على ما وصوك تجمع فيه يا كبير تجمع فيه وتشابيره كيفاش يحكي معايا يقول لي بشي مرخدوك بالفارينة ويدفنوك في اكبر طاحونة هكا يا كبير كلمه يا كبير كله شي يبني يدي يا شنونة شبيك صح يخي شيدك هو باش تقول له صيبني يديك بس روحك راك ياسر خناينة يا شلوم راك كثرت على ما وصوك صاحبي بالطحين اكبس روحك يا شنون راك راجل ريت يا العو صاحبي ريت كيفاش الفطور تقول عليه في حبس وهو يقول له قفسي يا مدلعنا يا مشخلان الواحد تقول يفطر في المورناقية فرج يا العوق بالله كان نكذب فرج صاحبي وقول اغزر يا العوق البلا العزيز الغالي اغزر صح شوف البلا نتاعك اغزر كعبة الياغورت كيفاش مكمشة كعبة ياغورت عمرها يدي كعبة ياغورت مرا كبيرة من الاخر كعبة ياغورت عاملة الشيب صح اغزرك المكرونة اغزر حاشا نعمة ربي اغزر كيفاش المكرونة حاشا نعمة ربي شوفك طرف الدجاج اللي قدام يدي طرف الدجاج جايبينه صاحبي من ايامات رودامون وبيلاروس انت هذاك صاحبي نايكينه من القصر متاع يوزرسيف ريدو طرف الدجاج هذاك صاحبي يكسروا بيه في الشبابك متاع الترانيت هذي كنا صغار صاحبي نقفوا صاحبي بحث السكة ونشدوا طروف الدجاج هذوم ونبدو نكسروا في الشبابك متاع الترانيت يفهم يحب صاحبي يوكلهم يا رسول الله يا 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 تصاميرة صاحبي يدي ريتو صاحبي طرف الدجاج هذاك ودي مدو برا صاحبي جرب مدو القطوس في الشارع اقسم بالله ما ينيكك بي على وجهك ديريكت والله لا يحشي مع صاحبي قطوس تصور قطوس صاحبي يقوم يقف صاحبي على زوز ساقين التيلانين متاعو ويهزو صاحبي بيديه القدامين وينيكك بي على وجه طرف الدجاج هو ذاك تسمي فيه يا تصاميرة حاسيلو يا القفسي صاحبي يرحم والديك على الانفيتاسيون اللي كي يسرمك في الرستوران اللي كي جعبك يا تصامير برجولي يا صاحبي هو كي جي تشوف تحشي يا صاحبي قول يا تصامير قول صاحبي اكرم النعمة يا تصامير اكرم النعم غيرنا يا تصاميرة مش ولاقي قد ما خبز صح يا العود كي قلتيلي صاحبي كنت معايا في الموضوع هو اللي تقول لي قول واكرم النعمة وغيرك مش لاقي قد ما خبز يدي نموت بالشر يا العود ولا ناكل منه البلاتو هذا اخزر صح اخزر الذبان كيفاش مقشقل وتحبني هناك كيفاش صح نعمل مغرفة مقرونة بالذبان انا ولا كيفاش ليه صح امبوسيبل يا شلومة متاعي قولوا انت ميسيرش باش نتبرع لك بمتاعي اخويا قولوا ايه يا شاميرة شعبي انا شعبي نيكل كلمة
القفش ورجوليا تشامير نعيفك شعبي نتاعك ما ناكلوش. الزب شلون تاكل متاع القفصي ومتاع ولد سمير عليه برجولية؟ انا في بلاستك صاحبي ناكل الزوز. ادي العاو شعبي ريت شعبي القفشي ديما شعبي نتاعو نظيف ياكل على نظافة شعبي وتشامير خامش كي جبل كل مرة ياكل من بلاصة شعبي ياو ديما مش الزب شلومة باش تايحها فيا عقب الرحلة انت ولا شناهي الحكاية؟ ادي شبيك القفشي شعبي ادي نحكي شعبي على البلاتو نتاعك ادي مش على حاجة أخرى هذه الجيب شبيك هذه حاجة أخرى هذيك شعبي خاطيتنا هذي مش نتاعنا. يا شلومة سايب عليك صح قالوا اللغة الأخرى خاطيتنا ياك طلعت تاكله من البلاتو نتاعو هكا يا القفصي طلع ياكلك منه. يا تسامير سيبنا أخويا برجولية مررتينا صاحبي القدمة بالخمج نتاعي. يا دي برجولية القفصي مش وتسامير صاحبي مررهين هي صاحبي مرة بتبعتها يا القفص تو اذا صاحبي رستوروم قعدنا فيه يا صار صاحبي مقمل ما فهمتش صاحبي شبي معبي هكا بالعبيط نس الكل تاكل صاحبي وتحكي وتتبنني ودي برجولية ما فهمتش انا القفصي صاحبي اقسم بالله انا فهمت شي. يا ميمتي يا ميمتي قفصي ما تنساش لالفين فرنك حق الاربع بلاتوات ماك تعرف عارفي من غادي سينو راني خليتهم لك بلاش الماكلة المنيكة هذه الكل بالفين فرنك برجولية سوم ياسر منيك بالنسبة لماكلة منيكة كيما هك اش قال صاحبي العو يا 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 تصامير يا دي لحظة صاح يا دي اربعة مني صاحبي بلفين فرنك معناتها صاحبي البلاب خمسمية معناتها صاحبي القفصي عقب علينا يا تصامير رانا صاحبي متفاهمين كل واحد باش يخلص علينا بلاب عشرين الف يا تصامير يا دي شنية اللغة يا تصامير يا دي اي نمرود اي جوك بيه جوك بيه لو كنجي خارج انا نمدلك نمدلك 80 دينار جوك بيه نمرود. يا ميمتي يا ميمتي ديزولي يا القفصي يلزمك تخلصني توا خاطر باش نسكروا الكاسة متاع الفوايي. فوايي أزب فوايي جيبي قفصي رشترو فوايي شرعي ذا شعبي. يا نمرود ماني قلتك جوك بيه يا ذاك هاو جوك بيه طول مدلك الفلوس برا 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 توا بديت نفهم في اللغة احشيت هنا يا القفصي جايبنا نفطروا في فوايي بلفين فرنك أربعة من الناس يا ودي أنا صاحبي ما نفهم شي توا تعطيني العشرين دينار متاعي يضعمبو القفصي حتى أنا صاحبي ما نفهم شي توا صاحبي تمدلي العشرين دينار متاعي حتى أنا تعبي وش قاية هذي قفشي شعبي أنا برجولية أعطيني شعبي كان 19500 ونحي شعبي 500 متاع البلان متاعي يا ودي شلومة هذا صاحبي لتقوم له قائم يا ودي صاحبي يا ودي طحان صاحبي حتى في المواقف الصعبة. أي الأولاد يد تك تك ندخلوا طرف الياجور وعندكم كل واحد 20 دينار من عند خوكم القفصي ولا تعرفوش كيفاش عندكم فطور قمقوم في أقوى رستوران في تونس صوموا أكثر من 20 دينار يا القفصي هل هم ياجور هذي إيش بشي يطلعوا للسطح برجولية شوية 20 دينار فطير صاحبي بعشرين دينار وتريف بعشرة بعد ما نكملوا صاحبي نركشوا نهروا بيه شوي باهي الأولاد افطير بعشرين دينار وتريف بعشرة يضعمبو القفصي برجولية أنا صاحبي مع ولد سامير افطير صاحبي وطريف بعاشر مشيت معاك يا كبير برجولية افطير خير من 20 دينار يا القفصي صاحبي توت مدلي 20 دينار عشرة تحك في عشرة صاحبي ورقة واحدة ما ناخوهاش وتوت تمشي معانا تشرينا شطير جرام مش طريف بعشر على قحبك تو نوريك كيفاش اي الولاد اي تنا عبتو الحومة تو نفضوها في الحومة اي نورمال موية الزفة توا ذوق به اما رد بالك يلزمك تكون مقتنع كيما وصيتي ايه هكا بابا عزيزي هدي فيك هدي مقتنع 100% برا بابا عزيزي خلمسي انا معاس عليا بكري مسيس معاس نخلة على ترانسبورت ويسلم على مميتي اللي في كبرها وكل قالك الزفة عزيزي بقدرة ربي زمعة اخرى زمعة ونهايرين اخرين ويبدأ بحذير ولا تفرس لك حفيرة بذنبها بس كده تمشي ترقى وتتكى معلم برزولية يعطيك الصحة كيفاش نزم تخدم في السخانة هذي برزولية سابوليك ربي عينك خويا ربي عين كل واحد يزيب فيها بعرق زبينه اش 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 باش اش باش نعمل يا وليدي الله غالب ها نجريو على الخبزة ودي استنى ساعة تطلع في بولت انت ليه س س س س س س سلي عني بي انا نبول كان كيف نروح للدار نتخايل زاد برجولية عم التاكسي التاكسي متاعك سبيبة علخ نظيفة وريحتها فيحة واستابل في الكيس برجولية صلي عني بي عليه يسبيك وقفت معلم لبيث يا اخي
ش 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 يدي يدي سبيك تكوانسي س س س س س س س س س يدي سبيك انطق يا معل ش 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 شي شي الكهرباء ما حبتش تخدم يدي سيتو بس بستعملها بينا زي في ستار الثنية تو بركة كنت مذكور فيها بالك سي ليسونس ولا المازوت نتاعك وفيه لا 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 الكهرباء معبية بالمازوت اي مش مذكر بتبيعتي قريب نوسة لانا تو نمشي نكمل على سقاي امبرزولية معلم بس نقولها لك ونسيت برزولية يعطيك الصحة كيفاش مازلت في العمر هذا ومازلت تخدم وتحب تلم الفلوس برزولية صبوليك ب ب ب برا يرحم والدين والديك قلبي 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 زب يا وتنيك زي يا زب امشي بسبا قطع صاحبي ولا تفيه روح الحكاية هاو زيدو قلك يا زب ركينك مكس مقتنع في عوز تتنحالك التابعة بس تولي عندك التابعة تيلي يا زبتي يذو ما واحد حكايات بلاي يصدقهم ذو معها حرام حتى كان بتصدقهم حرام سبيك يا اخويا وانا نمن بربي ذوي بيه يا اخويا الثعوذة والبخورات والسحورات والعينة زي اللي حتيلي في المريول ممشيثوا معايا يا اخويا زبي تفرز فرز الناس استكذب اغذر الكراب اغذر الموتورات الزبي يغذر الدنيا الكراب ولا تكسر من العبيد الزبي والزبة زي في حق تكسي مقحفها من عند عزيزه وزيد تسكت بيه في الثنية ومولاها يموت من لا حالة يا زبي من لا حال برزولية صح عليهم خوي يغذر سو الناس الكل تزب كرهبها صح عليه خوي يقوم الصباح يحسي مفتاحه في كرهبته وينده زب يام زبي انا زبي الحكاية ظهر فيها مستفاد ليك زبي ظهر لي وليت عتبة بالرسمي وعيني حارثة يا ولا حويل برزولية زمني سد روحي قدام السلة ما كانش خصني ندخلها في حيط وزبي تكسيمة لينا نكتب عينة ذاك اختلت زكمه والاكسيدونات هذوما اللي صاروا يا الزبط مازال يستنى فيك يا صاحبي برزولية يزمني نبلع لساني انا ولا مش عارف برزولية برجولية يدعم بلقفسي احشيته معانا يا صاحبي كم يوم في قريب تورناتا ولا تورناتا ونص يا جور صاحبي مخلص علينا بلا منيك في فوايه ب 500 فرنك وزيد شارينا طرفه ب 10 كلخه هكا يا دعم بلقفسي شارينا يا ودي جد عليك الطرف هذاك شاريه ودي طرف صنعه هذاك طرف تبعه ولا طرف حنا جاي يكذب علينا يقولنا هاني جبت لكم طرفة بعشرة والله يا القفسي يا صاحبي ربي يهديك الواحد يديه حلفت من تهبيط لي ياجور في الاخر تحشيه معاه هكا والله يلعاو صاحبي العيب منا احنا صاح العيب منا احنا صاحبي علاش نطلعوا معاه احنا من نصلوا في الياجور احنا ساكنين في الكريه صاح وهو الزبي يبني في خمسة تيقان وبيت السطح طالعين صاحبي بالياجور يجيبوا الياجور ويبنيوا ويطلعوا صاح ديما طالعين يدي للسماء صاح قالك يحب السبيح يشرب قهوته عمبو القفسي يبدا حاطط ويولا وكرسي ساق على ساق ويبدا يركش يدي قال لك عمبو القفسي يحب الصباح يركش يعمل قهوه في السطح يبدا يبيبي للجماعه اللي في الطيار سالي بيلوت سالي اوتيس دولير سالي اوتيس دولير اكيك صاحبي قال لك يبدا يحب ريكش يبدا يبيبي صاحبي لجماعه الطيار يا رسول الله اللهم لا حشد يا تشامير القفشي يكشف والطحانه تحشب شاح الزب شلون مع قبل الرحله ولا يحكي على الطحانه لا صح ليه ما عاش فيها صاحبين خنمشي صاحبي تحصارت انا خنمشي نبدل المال العصفورة ونجيت ونحكو فيه الموضوع هذيك اللي مزيل صح وين جيبي روحت انت شعبي بقيت وين تمشي تبشول الجيب تقمر في بلاشتك الكلب العربي جيب وين شعبي بشول بر عبارة قلنا سلام عليكم اصحابي وناسي وحبيبي زملة بالحملة بتقولي سوفية الزوان تكيفتوا ثقم مع الكل